أعزائي المشاهدين، مرحبا مرحبا بكم. أنا اسمي بسام وهذه أستاذتي وان. إن الحركات التي تعلمناها في الدرس السابق قد كانت صعبة قليلا، ولكنني بذلت جميع مجهوداتي في جميع التمرينات. أستاذة، هل سنواصل تعلم حركات جديدة في هذا الدرس؟ نعم، لنبدأ. اليوم سنواصل تعلم الحركات الأساسية للمنشار.
ننطق إلى أسفل يسارا وعود به من يسار الخصر إلى يمين. ارفع الننشاق إلى وراء الذراع، ثم أدي الدوران العمودي وتأبط المنطق. ارفع بالكف اليسرى، اهبط بالضغط قليلا وانظر إلى الأمام. قرب القدمين وعود. والآن كرر معي الحركات. ارتداد الذراع العالي، ارفع الذراع بحيث يصل أعلى الذراع إلى المستوى الأفقي وأدر النونشاكو بمفصل المرفق. الارتداد عند الخصر، ضع النونشاكو على جانب الخصر قبل الرجوع إلى مسكة النونشاكو تحت الإبط، خفف قوة النونشاكو عند الارتداد. Thank you.
أعزائي المشاهدين، هل أتقنتم جميع الحركات في هذه الحصة؟ أتمنى أن نتمرن بجد واجتهاد. أستاذة، هل توجد حركات جديدة في الدرس القادم؟ نعم، أنا متشوق جدا لمعرفة ما في الحصة القادمة. مشاهدينا الكرام، لقد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، فانتظرونا في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.